بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس 82 من مجالس القراءة في كتاب مختصر التفسير، تفسير القرآن الكريم لجماعة من المفسرين المعاصرين تحت إشراف مركز تفسير للقرآن الكريم، جزاهم الله خير الجزاء. انتهينا إلى سورة الصف، نقرأها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس وما تيسر. سورة الصف مدنية، معنى الجزء القافه اين قالنا الجزء هنا، نعم ننتقل الى اين، صحيح، ونأخذنا شيء من سورة الصف ونتمها. قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم الآية، أي واذكر أيها الرسول. إذ هذه إذ سميها العلماء ظرف زمني، وإذ ظرف زمن، ظرف لما مضى من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. فإذ يخفض ما بعده ومنصوب بجوابه، فإذ من الأسماء ظرف زماني. بدليل الإضافة إليه حينئذ وحينئذ، وأنه ينون، بخلاف إذا. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. وإذ أي واذكر أيها الرسول حين قال عيسى ابن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، فلست ببدع من الرسل ومبشرا برسول يجيء من بعد اسمه أحمد. هكذا جاء اسمه صلى الله عليه وسلم في القرآن، محمد في 4 مواضع وأحمد في موضع واحد، ولو أسماء أخرى عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم عيسى، نعم بأحمد أربعة، نعم، قال: فلما جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه، مع أنها بينت دلائل واضحة، زعموا أنه سحر، حجة الضعيف. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وودع الإسلام، أي ولا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب حيث جعل له أندادا يعبدهم من دونه وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله، والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسددهم. الظالم والذي أغرق نفسه في الظلم والشرك والكفر أن له التوفيق. قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الآية، أي يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق، والله مكمل نوره على رغم أنوفهم بإظهار دينه في مشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، دعاة الضلالة والزندقة، الذين يريدون تشويه هذا الدين، الدعاة الذين ظهروا ومكنتهم هذه الوسائل التواصل المرئية والسمعية من إيصال كلامهم، وللأسف الشديد لهم أتباع من هاهنا وهاهنا، يحرفون الدين ويؤولونه وينزلونه على تنزيل لم يقل به أحد من العلماء، و
يعني يعطلون نصوص الوحيين ويحملونها على محامل لا تصح. هؤلاء أيضا قصدهم ماذا؟ أن يطفئوا نور الله، لكن الله تعالى متم نوره. من أمثال من يزعمون بأنهم قرآنيون، أي أنه ليس بيننا وبينكم إلا القرآن، ولا ينظرون إلى السنة ولا يثبتونها. فلو كانوا حقيقة يتبعون القرآن لا اقتنعوا، أو لا يعني رأوا أن السنة أو علموا أن السنة حجة، ولا اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في أنه والدة في القرآن ووالد الأمر بها. قال تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب، ما يتلى؟ يتلى. ما الذي يتلى؟ الآيات والحكمة. ما هي الآيات؟ القرآن. طيب والحكمة؟ ما هي الحكمة؟ السنة. وهكذا دعاة آخرون يدعون إلى الضلال عياذا بالله. قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الآية، أي الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، دين الهداية والإرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل الصالح، ليعليه على جميع الأديان، ليظهره، يعني يعليه على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يمكن له في الأرض. قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم من عذاب الموجع. ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله، إلى آخر الآية. أي هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجاهد في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته، ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون فسارعوا إليه. قوله تعالى: يغفر لكم ذنوبكم، الآية، أي عفوا، نعم، يغفر لكم ذنوبكم، الآية، أي وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم، هذه نتيجتها وهذا ربحها، ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحتها أو من تحت قصورها وأشجارها، ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز. قوله تعالى: وأخرى تحبونها، نصر من الله، فتح قريب، وبشر المؤمنين، أي ومن ربح هذه التجارة خاصة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا، أن ينصركم الله على عدوكم، وفتح قريب يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرها، فتح مكة وغيرها. وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة والآخرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم، الآية، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم، مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ فأجابوه مبادرين: نحن أنصار الله. فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام، وكفر به فريق آخر، فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به، فأصبحوا غالبين عليهم. من فوائد الآية: أولا، تبشير الرسالات السابقة بنبينا صلى الله عليه وسلم دلالة على صدق نبوته. ثانيا، التمكين للدين سنة إلهية. ثالثا، الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة. رابعا، قد يؤجل الله جزاء المؤمن في الدنيا وقد يدخره له في الآخرة، لكنه لا يضيعه سبحانه. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجمعة مدنية، أي نزلت بعد الهجرة.
من مقاصد السورة الامتنان على الأمة وتفضيلها برسولها وتفضيلها برسولها وبيان فضل يوم الجمعة. نعم، هنا قالوا في الطبعة القديمة بيان منة الله على هذه الأمة في تفضيلها وهدايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ضلالها، والإلزام بطاعته والتحذير من مشابهة اليهود، يعني تدور حول بيان المنة على هذه الأمة بما شرع لها من الدين وبما بعث إليها من هذا الرسول، وفيه فضل الجمعة أيضا. نعم. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، أي ينزه الله عن كل ما لا يليق به من صفات النقص، ويقدسه جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من الخلائق. هو الملك المنفرد وحده بالملك، المنزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلب أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. قالوا تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا، الآية، أي هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون رسولا من جنسهم يتلو عليهم آياته التي أنزلها عليهم، ويطهرهم من الكفر ومساوئ الأخلاق، ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، وإنهم كانوا من قبل إرساله إليهم في ضلال عن الحق واضح، حيث كانوا يعبدون الأصنام ويسفكون الدماء ويقطعون الرحم. نعم. والذي بعث الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. الدين تعليم وتزكية، الدين تعليم وتزكية، العلم والزكاة أو التزكية، هذان أصلان مهمان. إذا ذهب العلم ماذا جاء؟ الجهل. وإذا ذهب التزكية ماذا جاء؟ الظلم. ولهذا قال جل وعلا: وحمى الإنسان لو كان ظلوما جهولا. الظلوم لأنه ينقص منه من الزكاة بحسب ذلك، الجهل لمن ترك العلم. وكما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم. فإذا التزكية أمر مهم في الشرع، وهو أصل عظيم لمقصود به التربية والأخلاق الحسنة والترفع الأخلاق السيئة، ولهذا لا بد من الاهتمام بها. نعم. قالوا تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي وبعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم لم يأتوا بعد وسيأتون، وهو العزيز الذي لا يغلب أحد، الحكم في خلقه وشرعه وقدره. قالوا تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الآية، أي ذلك المذكور من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الإحسان العظيم. ومن إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة. ولما ذكر الله ما امتن به عن من بعثة الرسول ومن إنزال القرآن، ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى عليه السلام من الإعراض عن العمل بما في التوراة تحذيرا لهذه الأمة من اتباعهم، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الآية، أي مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كلفوا به، كمثل الحمار يحمل، يعني كما في الآية: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا الربانية والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولكن لم يفعلوا ذلك فتركوا ما كلفوا به. نعم. فتركوا ما كلفوا به، كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة لا يدري ما حمل عليه، أهو كتب أم غيرها، قبح مثله. والمقصود من هذا التفقه في هذه النصوص في هذا الكتاب. واصل نسيم التعليق. قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق. لا يكون الإنسان هذا حاله، حملة أسفار لا يفقهون شيئا، وعنده القرآن ولا يعمل به ولا يفقه ولا يفهمه. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان مع جمع من الصحابة ومنهم محمود بن لبيد، فقال: هذا أوان ورفع العلم. فقال الصحابي: أو يرفع العلم يا رسول الله؟ نحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم. قال: ثكلتك أمك يا لبيد بن الربيع بن محمود وليش لبيد أظن، ثكلتك أمك يا لبيد، إن كنت لا أظنك من أفقه أهل المدينة، أليس هؤلاء اليهود التوراة في أيديهم والنصارى الإنجيل في أيديهم، لكن لم يفهموا شيء.
فكون القرآن عندك أو حامل القرآن أو حافظ القرآن لكن لا تفقه ولا تتعلمه ولا تتفهمه ولا تعمل به، فهذا لا يكون نفعه عظيما أو ذاك النفع الذي لا بد أن يكون موجود، لا بد أن يكون ليس موجودا. فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الإنسان يحمل القرآن يحمل السنة ولا يعمل بها ولا يفقهها ولا يتفهم فيها، فهذا كأنه ماذا لا يعني فيه شبه بهذا. نعم. قال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم الآية أي قل أيها الرسول يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها إن زعمتم أنكم أولياء لله اختصكم بالولاية دون الناس فتمنوا الموت. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما ينذركم ذنوبكم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إذا كان هذا نعم ليعجل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس. نعم. قوله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الآية أي ولا يتمنون الموت أبدا بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم وتحريف التوراة وتبديلها، والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. كما في الآية يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزه من عذاب يعمر والله بصير بما يعمل. نعم. قالوا تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الآية أي قل أيها الرسول لهؤلاء اليهود إن الموت الذي تهربون منه فملاقيكم لا محالة إن عاجلا أو آجلا ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غاب وما حضر لا يخفى عليه شيء منهما فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. فوجئت أولا عظام منة النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية عامة وعلى العرب خصوصا حيث كانوا في جاهلية وضياع. ثانيا الهداية فضل من الله وحده تطلب منه وتستجلب بطاعته. ثالثا تكذيب دعوى اليهود أنهم أولياء الله بتحديهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم لأن الولي يشتاق لحبيبه. قال يعني يجزمون أنهم أهل الجنة ومن دعاهم ماذا قالوا لن تمسنا النار إلا ماذا قال يا محمد هم يدخلون أيام هذو بعد يدخلون ماذا من الأمر كذلك إذا فتعجلوا لأنهم يضمنون هذا تعجلوا إذا لكنهم على غير ذلك. نعم. اقرأ. قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة الآية أي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة واتركوا البيعة لئلا يشغلكم عن الطاعة ذلك المأمور به من السعي وترك البيع بعد الأذان صلاة الجمعة خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك فامتثلوا ما أمركم الله به. نعم. قالوا تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الآية أي فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب عن الكسب الحلال وعن قضاء حاجاتكم واطلبوا من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا ولا ينسكم بحثكم عن الرزق ذكر الله رجاء الفوز بما تحبونه والنجاة مما ترهبونه. نعم. إذا قضيت الصلاة فانتشروا هنا أمر بعد النهي يعود على ما سبق وانتشار في الأرض بعد الصلاة مباح وواجب. الظاهرية يقول واجب من العلماء من يقول بعد الجمعة يجب الانتشار ويجب الاسترزاق ويجب الطلب. نعم. فانتشروا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. قالوا تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية أي وذكر الذكر قرنه مع طلب الرزق مما يدل على أن الذكر
يعني من أسباب الإعانة على الرزق، وأنه لا ينسي طلب الرزق ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا رأوا تجارة، قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه الآية، أي وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر. قل أيها الرسول ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه، والله خير الرازقين. أي نعم، هذه الآية معروف سبب نزولها كما جاء صحيح مسلم، وأنه كان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فعقب التجارة من الشام، فنودي أن عقب التجارة فانفض الناس إليه، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 12 نحو 12 من الصحابة، ولهذا أخذ بعضهم من هذا الحديث أن الجمعة لا تكفي إلا ولا تجزي إلا باثني عشر، 12 دون الإمام، وقيل مع الإمام، لكن المشهور 12 دون الإمام، فالإمام هو 13، ولهم شروط في ذلك. فنزلت هذه الآية. نعم زيد. صلاة المنافقون. نعم. مدنية. نعم نزلت قبل الهجرة، بعد الهجرة عفوا. أيوة. مقاصد الصورة بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. أي نعم، كشف المنافقين وبيان صفاتهم وبيان موقفهم من الإسلام وأهله تحذيرا منهم من التشبه بهم، فيستفاد من هذه الصورة صفات المنافقين للحذر منهم. أيوة. التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الآية، أي إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا، والله يعلم إنك لرسوله حقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسولهم. الشهادة لا تنفع قولها فقط، لا بد لها من شروطها. قد يقول واحد هذا القول ويشهد لكن الأمر على خلافه، فنطقه باللسان يكفي يعني يثبت له الظاهر، ولكن حقيقة الأمر لا بد من شروط أخرى لينجو بها يوم القيامة. نعم. قالوا تعالى اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الآية، أي جعلوا إيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان سترة ووقاية لهم. جنة بمعنى السترة، سترة ووقاية لهم. الجنة كما قلنا مثلثة الجيم تدور حملها بمعنى واحد وهو الاستتار، لكن كل واحد له معنى. الجنة هو الوقاية والحاجز والستار والستر، والجنة هي الحائط البستان، رقم البستان هي الجنة المعروفة أيضا، والجنة من الجن. نعم. سترة ووقاية لهم من القتل والأسر، وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاب، إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة. قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية، أي ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها الإيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم الآية، أي وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النظارة والنعيم، وأن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونهم، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيه من الجبن، هم العدو حقا فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة، لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه. لا يفهمون، إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، هذا حال المنافقين، تعجبك حيئاتهم وأشكالهم فيهم نضارة ونعيم لكن لا يفقهون ولا يفهمون شيئا، كأنهم خشب مسندة في حضورهم كأنهم كالخشب لأنهم ما فهموا شيء، ويظنون كل صيحة وكل كلام يستهدفهم لما فيه من الجبن، فاحذر هؤلاء من أن يفشوا لك سرا ويكيدوا لك كيدا، وقد لعنهم الله إذ انصرفوا عن الحق بعد ظهور دلائله وجلاء براهينه. نعم.
من فوائد الآية أولا وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا ومن الدنيا إلا لعذر. ثانيا تخصيص صورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم. ثالثا العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنظر. أي نعم منطق. هذا من الآيات الله. خلونا مع الآية أيها الأمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع من باب الفائدة فقط. دلالات الألفاظ على قسمين، ذات منطوق وذات مفهوم. المنطوق هو دلالة الكلام في محل النطق، والمفهوم دلالة الكلام في غير محل النطق. والمنطوق منه الصريح ومنه غير الصريح. فالصريح كدلالة المطابقة والتضمن، وغير الصريح دلالة الالتزام. والمفهوم أنواع. فمن هنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. دلالة التضمن المطابقة تدل الآية على أنه إذا سمع النداء وجب عليك أن تذهب للجمعة لتحضر. والتضمن ماذا يتضمن؟ يتضمن هذا الآية يتضمن أنه فيه نداء والأذان وفيه دعاء للصلاة وأن يكون يوم الجمعة وأنه يجب الذهاب إلى الجمعة وترك البيع. ودات الالتزام لها صور، ومن ذلك إذا نودي للصلاة دل على أنه لا بد من مناد، ففيه أذان وفيه مؤذن. للصلاة من يوم نودي ففيه ماذا؟ محل يجتمع فيه الناس، هذا من لوازمه اللي هو المسجد. من يوم فاسعوا إلى ذكر من لوازمه والأمر بالسعي، فمن لوازمه يلزم ذلك من معاني الخارجة عنه الماذا؟ أن كل شيء يحقق السعي يلزم. فإذا كان حضورك الجمعة المشي يكفي، وإذا كان ما يكفي إلا بقائد يكفي لابد، أو بمركب أو بنحو ذلك. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قولوا يا ذكر الله اللي هو الخطبة، إذا فيه إشارة إلى يلزم منه في خطبة، وما دام في خطبة ففيه إمام الذي يخطب في الناس ويعلمهم. إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر بترك البيع. فيفهم من هذا تحريم كل شيء يشغل عن الجمعة. فاسعوا بعدين ذروا البيع، يستفيد من مفهومه أنه لا يجوز الاشتغال بأي شيء يشغل عن الجمعة. إلى وذروا البيع، فاسعوا. طيب، ومن دلالات المنطوق غير الصريح اللي هو الإيمان والإشارة، فاسعوا إلى ذكر الله، أن السعي مربوط بماذا؟ لا، إذا نودي ترتيب السعي على حكم، ترتيب حكم على وصف بالفاء دل على تعليله. فمتى يجب السعي والذهاب؟ عند النداء، عند سماع الآية، هنا يجب، وهنا توقف كل ما يشغل عن الجمعة. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دل هذا أيضا بهذا المفهوم أن الخيرية في ماذا؟ في الاستجابة لنصوص الشرع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قولوا إذا نودي للصلاة، هذا مفهوم الزمان. فإذا إذا لم ينادى لا يستجاب، وقبل النداء لا يلزم السعي. هذه بعض المفاهيم من القرآن الكريم أو من هذه الآية التي تستفاد، ولعل نكررها أحيانا، والله أعلم. الثاني هو وقت الجمعة الثاني. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.